يقول اش كان ب 60 ريال 50 ريال كان الليمون موجود تاع ولكن قبل ما ايام درك تاع ولا قليل قليل بزاف الليمون علاش حتى داز واحد قبل من هذا انا نقولوا الليمون قليل في السوق حتى كاليتي ديال الليمون قلتي لي في المغرب كامل ماشي في السوق الليمون قليل في المغرب كامل دابا حاليا في السوق زعما المغربي كامل السوق المغربي السوق الليمون كامل قليل ولا خاصنا كاين وحسن حسن مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء زمن الغلاء زمان ان ما نقولوش غير الدرويش تقهر حتى الناس كيبيعوا ويشريوا حتى هما تقهروا الليمون فلاح حتى هما مقهورين يعني كلشي كلشي مضرر الليمون نفيل اللي وصل الثمن ديالو 100 درهم حتى 10 درهم حتى 10 درهم حتى 10 درهم يعني اللي بغيتي تاخذ كيلو قلتي لي غتلقى فيه ثلاثه الحبات ما شاء قول لنا اخويا ليمون قليل قليل بزاف الكيلو شحال داير الكيلو دابا 8 درهم وكاين حتى 10 درهم الا بغيتي ليمون وكاين 7 درهم ناقص كله مجلف وناشف فيه الماء بس ما يشكل الليمون دابا السنه اللي دازت كانوا الناس كلاو فيه العصا اكادير وبني ملال كان الليمون موجود ولكن داك السنه اللي دازت الليمون اللي ما كعرف كلشي كيعرف المغاربه كاملين كاع شافوا الليمون تلاح ما بقاش الناس كيبيعوه ضاعوا فيه الفلاح بزاف حيدوا الشجر ديال الليمون كامل كاين اللي دابا لافوكا كاين اللي فهمتي هربوا من الليمون الليمون دابا فين بقى كاين عندنا واحد شويه في الغرب شويه ف شويه قلت لي الثمن ديت 100 درهم 10 درهم اذا الكيلو شحال غتكون فيه من حبه؟ ثلاثة الحبات تقريبا لا غير ثلاثة الحبات في كيلو ثلاثة الحبات 8 درهم تقريبا راه جوج ربعة ستة صافي شي 50 ريال في الكيلو ولا 60 ريال الحبة سنري الحبة يعني المغربي ولا كياخد نافي لا نافي يعني المغربي ولا كياخد سنري الحبة سنري الحبة الليمون وهذا إلا عزلهم صغارات المهم أما إلا عزلت بيني وبينك هذا راه جوج وعشرين كيلو إذا شحال وحدة؟ بحال بربعة درهم ولا بخمسة درهم تقدر تطلع لك هاد الليمون هادي دابا خمسة درهم يمكن عبرة ودابا ما تجيب الدراهم غطلع 5 درهم 5 درهم الواحدة هذه وحده فايتها نص كيلو واحد 700 غرام تقريبا الاسباب اللي خلينا نوصلوا لهادشي حنا عاقلين شحال هادينا فين كما قلت لي كان 60 ريال 70 80 لا غلا 6 درهم نافيل ولكن هذيك ديك السنين اللي داز ديال الليمون لو فيه الفلاح على العصا حيدوه من اكادير ومن من الليمون قلال ما بقاش من الليمون وكادير كاين شويه في الغرب وشويه في بركان هذه ديال الغرب غرباويه هي اللي كاينه في السوق على الدراري كاملين كاينه ديال الغرب وكاينه ديال البركان ديال كليمانطيه هي اللي باقي دابا حاليا هما اللي كاينه في السوق شي حاجه اخرى راه ما بقاش الليمون قليله دابا بزاف في المغرب وكنتمنى اقبال كاين شي اقبال اقبال قليل عليه ولا الناس ملي كتجي عندك تقول لي 60 160 ولا 10 درهم شنو كيقول؟ ياخذ الليمون علاش؟ حتى لو في الليمون الليمون فين كتقرا في الفطوله خلقوا في البرد علاش؟ لانه في فيتامين سي كيسخن الدجاج الا كتشري الليمون راه كتسخن واخا كتاكل انت هي بارده اصلا ولكن ملي كتاكل الدجاج ديالك راه كتسخن ملي كتقول لي 160 ولا 10 درهم شنو كيقول؟ دابا الليمون ما يكونش في الصيف في الصيف دابا ما يكونش ليمون بزاف داكشي كيكون ليمون قليل كيكون هذاك ديال العصر مشكل دابا حتى الشو والليمون قليل شويه الشو والليمون قليل هذا وقت الليمون دابا خصو يكون ولكن الليمون ما كاينش حاسب وضح لي انت عندك شيكاك تبارك الله مع الناس كيجيو عندك ملي كتقول لي 160 ولا 10 درهم شنو كيقول؟ زعما غيتقبلها علاش كتعرف الليمون ما كاينش كاين زرفه في السوق بحال هكا ما كيبانش ليه الليمون فهمتي ولا لا؟ ملي كياخد كيلو دابا كيلو في ثلاث نص كيلو شحال غتكون فيه؟ نص كيلو في حدود فيها نص كيلو بينو المواطن 5 درهم دابا هذا يعني واحد عنده ثلاثة الوليدات بغى ياخذ نص كيلو الليمون ولا غير ديك ديال الكليمانتي الكليمانتي دابا وصلت 100 درهم جمله 160 ريال جمله الكليمانتي شنو الكليمانتي هي الليمون فرير مانداري مانداري يعني تما تقول مانداري هو الكليمانتي مانداري هذيك دابا وصلت 100 درهم جمله 100 درهم وناقص السلعه يعني واحد درويش عنده وليدات ثلاثه الوليدات بغى عشق نافيل نقولوا وليدات ماشي عشقول دابا اللي في دابا ولا وقته هذا خصو يتكال دابا الليمون علاش كيبقى الدراري فيهم البرد فيهم الكحه فهمتي ولا لا شنو دواهم دوا راه الليمون انا نقولوا دوم مريض
بقى بغى ياخذ لي ليمون ضروري خصو ياخذ ليمون غايجي غي بغى كيلو بغى كيلو غياخذ ب 80 درهم عاد عاد ليمون غياخذ ب 80 درهم اصلا ارخص ليمون في ثلاثه كيلو في ثلاثه انا عبرهم خويا قدام عبرهم لي اخويا عطاني الميكرو عافاك يعني كيف ما سمعتوا معنا مشاهدين الكرام فكيلو الليمون 800 درهم الوحده دير 800 درهم عفوا الكيلو دير فيه ثلاثه الحبات كل حبه تقريبا نقولوا وصل ل 50 ريال او 60 ريال الوحده حبه كيلو تقريبا يعني حبه وحده فيها نص كيلو كيف ما كتشاهدوا معنا على 290 غرام وثلاثه فيهم كيلو و 200 غرام كل شيء درنا 8 درهم 860 عطاتنا 199 ريال هي ثلاثه ب 10 دراهم هما ثلاثة دابا ب10 دراهم شتي ولا تعطونا ب10 دراهم دابا على المباشر عبرنا ثلاثة بشحال عطونا 199 ريال هاهي بحال تقول 10 دراهم ثلاثة عطونا 10 دراهم خويا شتي 10 دراهم قسمنا ثلاثة بحال جات 60 65 ريال تقريبا حبة باش تقال ولا اله الا الله بزاف وماشي على كلشي غالي بالنسبة للتفاح بالنسبة للفلفل يعني دابا حنا شفنا على المباشر عبرنا قزينا ثلاثة ليمونات لقينا فيهم كيلو وربع كيلو وربع يعني ثمن 10 درهم 8.10 درهم شحال الوحدة؟ تقريبا شي 63 ريال الحبة 70 ثمن 70 حبة 310 64 ريال الحبة الله يدير شي تواد خير ولا لا يلاه شنو الرسالة ديالك اخويا؟ الرسالة ديالي لوزارة الفلاحة بأن تنتبه شوية للفلاحة بأن الفلاحة راه شوية ما ولاو محتكرين شي وحدين اللي زعما شنو نقول لك قتلوا السوق وكيحتكروا دابا الليمونات كيبيعوا باش نبغاو الوقت اللي بغاو فهمتي ولا لا؟ كنطلب من وزارة الفلاحة بأن تنتامل لهاد الفلاحة وتسطروا بهم شوية وتقووهم انت واحد شوية. حتى الجو داكشي ديال الليمونات العام ماشي بحال لا حتى الليمون ماشي بحال تما الليمون ود الماء عندك هو والرمان هادو كلشي ولاد الماء. الجودة عيانة هاد العام؟ وجعلنا من الماء كل شيء. كل شيء الجودة كي داير هاد العام؟ الجودة كاينة شوية كاينة شوية الجودة. مقارنة بالأعوام اللي فاتت. لا لا مقارنة بالعام اللي فات لا ما كايناش الجودة ديال الأعوام. خليها كاينة الليمون كاين اللي باقي شوية حلو زوينة ديال بركان. أما بالنسبة للليمون ديال الغرب هاد النافيل هذا شوية ودا البركان حتى هو زوين ها هو راه واصل نقول لك 8 درهم جنب. انا صعيب تجيبو دابا غير هذا دير 800 درهم ودير وحده ب 60 ريال الا ما جبتش الاخر شحال غتكون وحده هذا خويا خاص ب 6 درهم جمله 6 درهم دابا ب 50 وحده جمله الا مثلا وحده كتبيعها مثلا ب 60 ريال 60 ريال الا جبتي الاخر شحال غتبيع الواحد الا جبتي دير بركان الا جبتي البركان راه عاولي على 5 درهم الوحده يعني ثلاثه الحبات ب 300 ريال غيداهم ولا لا الله وكنطلبوا الله يدي الشتاء ديال الخير الله يجعل ربي يرحمنا برحمته شكرا المواطن وديما كتجري في ساعد المواطن شكرا بزاف شكرا لك بزاف اخويا حاولت تكشف لنا اسباب الشفاء اسباب الاقبال القليل وكنشكرك بزاف من جهه عندك انت كما عندك كما الليمون كاين تبارك الله غير هو وضح لنا بزاف الامور اللي المواطن ما عارفهاش بغينا نوضحوها لهم خلال هذه المباشر شكرا لك بزاف